ليس لدينا حديث يقول زوجون في السمان وعلي الضمان، هذا حديث موضوع. نقطة ثالثة، لا يوجد في مذهب أهل البيت تزويج الإجباري في سن التاسعة، سن التاسعة سن البلوغ التكليف الشرعي، ولا يوجد فينا من يقول من فقهائنا أقصد مدرسة النصر من يقول في سن التاسعة وجوب التزويج، إنما هو يتحدث عن أنها تسلجيا أصبحت مهيئة، يعني أن إذا وقع الزواج لا يكون هنالك زنا وحرام، إنما هذه المرأة أصبحت مثل الشاب الذي يصل سن 15 ويمر بالعلامات الثلاثة الفسلجية، كذلك هذه الطفلة يمكن لها إذا تم الوقوع عليها لا يكون هنالك زنا بعقل الشرع طبعا أقصد. المسألة الثانية الثالثة والمهمة أن من يقول بزواج القاصرات وبسن التاسعة، المذهب السني الأخوة السنة وليس الشيعة، لأنهم يلتزمون برواية صحيحة في البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله عقد على السيدة عائشة في سن السابعة وتزوجها في سن التاسعة، فلماذا هذه الهجمة على مذهب أهل البيت الذي لا يوجد فيه نص ولا رواية تقول زوج البنات في سن التاسعة؟ هذا سن التاسعة سن تكليف، سن بلوغ. أغلب الفقهاء نحن في البحث الخارج نجلس 6 أشهر 8 أشهر في قضية واحدة، ليست قضايا متعددة، واحدة منها أنه إذا بلغ اليتيم متى يبلغ، وهل هنالك مثلا يعني قرائن تدل على أنه أصبح مهيئ، ولكن سماحة الشيخ فبالتالي الزواج مقرون البلوغ مع الرشد.